السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو كنت تحس بشيء يا إمام؟ الفرق بيننا يا إبراهيم وبين مخلوقات الله من حيوان ونبات أننا لا يفاجئنا الموت، ومنا من يعد العدة لملاقاة ربه، ونحسب إن شاء الله جدك من الصالحين. ادعو له بالمغفرة والرحمة طول الوقت. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. رحمه الله، وراح فين؟ عندما ينزل إلى قبره يأتي إليه الملكان ويسألان: خوفه؟ هل يخاف العبد المؤمن من ملائكة الله؟ تعلمت في الكتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: زملوني زملوني. نعم، قال ذلك لزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها عندما كان في غار حراء وخشي على نفسه بعد لقائه جبريل عليه السلام لما جاءه أول مرة بإقرأ. وماذا قالت هي له؟ قالت له: أبشر، والله لا يخزيك الله أبدا، إن الله لن يخزي مؤمنا به. يعني المؤمنين لا يخافوا؟ بارك الله فيك يا إبراهيم، كن مؤمنا صبورا وحيا، وكن سندا لأمك في محنتها. تعرف يا إمام، نرجع بلدنا تاني، وانا زعلان على امي وهي بتعيط. خالي جابر زعق لها امبارح لاجل البيت. ولماذا تذهبون الى بلدك؟ في زياره؟ لا، انا عايش هناك على طول. البيت اللي احنا فيه بيت جدي، خالي جابر هيبيعه. ما لسه كده مؤمن يا إبراهيم. يا عم الإمام. نعم. أنا بحب زمان على الغلطات الكتير اللي أنا عملتها. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.